عمرها لا تكن إلا فرحة. السنة دي أحضر لكم مفاجآت كتيرة هتشوفوها هنا في برنامجكم دقيقة مع بابا نويل. يلا بينا نكمل حكايتنا من بعد ما ظهر الملاك إبراهيم للعذراء مريم. بسرعة جريت بسرعة 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 وراح تقابل يوسف النجار وقالت له على كل اللي حصل لها، وكمان رد عليها يوسف النجار وقال لها أنا مبسوط وفرحان إن زي ما ظهر لك ملاك ظهر لي ملاكة لكمان، وقال لي على حكاية ولادة مخلص العالم كله يسوع. يا رئيس الحرس، أنا هنا يا مولاي تحت أمرك. انصتوا لي إلى تلك الخطة. أمرنا الإمبراطور أغسطس باحتساب كل الأشخاص الذين يعيشون على تلك الأرض حتى نتمكن من معرفة عدد السكان في هذه الإمبراطورية الرومانية العظيمة. تذكروا جيدا أنه يجب احتساب كل فرد من كل عائلة تعيش على تلك الأرض، وبذلك يجب على الجميع تسجيل أسمائهم لمعرفة عدد التعداد السكاني. فهمت؟ نعم فهمت أيها الملك هرودس. ومن بعدها قرر يوسف النجار ياخد العذراء مريم ويمشي يروحوا مكان. ايه المكان؟ عايز افتكر اسمه، فكروا معايا. يا عشان بس ده كان معاهم حيوان صغير مسكين غلبان ما بيتكلمش خالص، ركبوه علشان يروحوا بيت لحم. بس قبل ما نتحرك من هنا يا مريم لازم نعمل حاجة مهمة، إننا نسجل أسامينا زي ما القرار طلع وقاله الملك هرودس. أنا مش خايف، لأ إزاي أقول إن أنا خايف وأنا معايا الله نفسه. يلا يا مريم إحنا لازم نتحرك دلوقتي وتبتدي رحلتنا. انظر انظر يا صديقي، هل رأيت مثل هذا النجم من قبل؟ تأمل تأمل جيدا يا صديقي في هذا النجم. نحن علماء ونحن جالسون هنا للتدقيق في عالم الفلك. انظر جيدا يا صديقي، له نجم عجيب. معك حق، إنه نجم عجيب في اتجاه المشرق، يضيء بشكل عجيب أيضا، يريد أن يقول لنا شيئا. معك حق، لقد وقدتها يا صديقي لقد وقدتها. إنه سوف يتحقق ما كتب في الكتب، إنه هناك يولد ملك اليهود، وهذا ما يقول هذا النجم العجيب. معك حق يا صديقي معك حق. ودول هم للمجوس اللي شافوا النجم من بعيد. سلام لمولانا الملك هرودس، نحن المجوس وجينا إليك من المشرق. معك حق معك حق يا صديقي، لقد رأينا يا ملك هرودس نجم عجيب جديد في السماء، وهذا النجم علامة على ولادة ملك جديد لليهود.
والآن اخبرني أيها الملك هرودس، أين الصبي الصغير؟ لقد أتينا إليه لإكرامه. نحن المجوس، إنه هو ملك اليهود. لم يولد ملك جديد هنا، أنا هو الملك، أنا الملك الوحيد هنا وليس آخر. ابتعدوا، ابتعدوا عني الآن. يقولون أن هناك ملك لليهود غيري أنا. أنا ملك اليهود. اليوم أيها الحكماء، أريد أن أعرف ما هو مكتوب في الكتب المقدسة حول المكان الذي سوف يولد فيه المسيح، لكي أتخلص من هذا الطفل الذي يدعى ملك لليهود بقتله. ومن بعدها وصل المجوس للمزود الفقير اللي اتولد فيه يسوع الملك، وكان معاهم هدايا ذهب ولبان ومر. لسه في حكايات تانية كتير هنحكيها لكم مع برنامجكم دقيقة مع بابا نويل.